هذه ليلة القدر كنجيو كنعبد الله عز وجل وكنتقربوا من الله عز وجل، ونتمنى تكون مباركة على جميع المسلمين ولجميع المغاربة، والله يدخلنا بالصحة والسلامة، ونتمنى تكون مدومة وتكون يعني واحد العبادة ديال الله عز وجل دائما. حنا كنشوفوا الحمد لله المسجد عامرة ويعني منورة ويعني ما شاء الله يعني داك الشيء مدوم تبارك الله، الله يدخلنا بالصحة والسلامة وعلى أمة محمد أجمعين إن شاء الله. بغيت نقول لكم هذا النهار هذا اللي كيتجمعوا فيه المسلمين كلهم وكيعتقدوا بأن نهار ديال ليلة القدر فهي نهار مبارك عند الله سبحانه وتعالى، يجمعوا فيه كاع الناس وكيصليوا ويطلبوا الله سبحانه وتعالى يدير لهم يتاود الخير ويدير لهم يعني شيء اللي هو مزيان في الحياه. وهذه طلبوا الله سبحانه وتعالى يكون هذه الليله ليله القدر فعلا، ونسميتو نصليو فيها ان شاء الله بكل خشوع ان شاء الله. ان شاء الله كنصليو بنيتنا وربي غيقبل لينا وانت انتم الله يقبل لكم والله يثبت لنا الاجر جميعين. السلام عليكم. عليكم مرحبا. هذه ليله مباركه كنتقربوا بها من الله سبحانه وتعالى، وكنشوفوا فيها العائله وكنجيو نصليو فيها المساجد مع الابناء ديالنا، وكنتمنوا ان شاء الله تكون هذه ليله القدر مباركه للمسلمين اجمعين وكاع الناس في الوطن المغربي وفي الاطار العربيه كلها، وكنتمنى لكم ساعه مباركه ورمضان مبارك خويا. احسن ليله في الدور في كل شيء. ليلة مباركة ليلة القدر ليلة مباركة، وأحسن ليلة عندنا حنايا دابا أحسن ليلة هي ليلة القدر. إذا ما كانش ليلة القدر ما كاين حتى حاجة. وصلينا حنا في أجواء زوينة اليوم في رمضان، والله يتقبل العمل جميع المسلمين. ليلة القدر والله يثبتنا على ذكر الله سبحانه وتعالى، والحمد لله الله ييسر. قلنا ربي تهدينا العام راه داير زوين وغادي بخير ان شاء الله. احسن حاجه بنادم يدخل سوق راسه ويتبع تبع طريق الله ويولي بخير ان شاء الله.